فاليوم كما قالوا الإخوان نحن نرفض هذه المساهمة اللي بغاو يزيدوا على الكاهن ديالنا اللي ما كتخدمش. نحن عايشين واحد العيشة اللي خرجنا التقاعد نقصت لنا الإخوان 24%، فما ما يزيدوش علينا، احنا ما مكافيينش تبع المعيشة ديالنا الإخوان، عاد يزيدوا علينا هما. نحن مع صندوق تكميلي ولكن شريط أن يكون خارج التعاضدية، لأن هنا بينوا على التسيير العشوائي ديالهم، ما قابلينش الإخوان وباغين يخرجوا التعاضدية. بسم الله الرحمن الرحيم، ضروري على اننا نجاوب على السؤال اللي ممكن يطرحه اي واحد، لماذا هذه الوقفه الاحتجاجيه ديال المتقاعدين ديال قطاع التيب اللي فناو الزهره ديال الحياه ديالهم داخل القطاع اللي خير فيهم اكثر من 30 سنه، وكانت عندنا التعاضديه داخليه وكانت منظمه وكانت المستحقات ديال المنخرطين تتأدى في الوقت، بمعنى الرومبورسمون ديال لاميتيال كان كذلك لا بريزون شارج تتعطى وقتها، وكذلك كان المتقاعد او العامل تيمشي يدير التحليلات ديالو يعني بدون عناء وبدون مشاكل، الا انه اليوم لما تخوصت الشركه باغين يتنصلوا من المسؤوليه ديالهم وباغين فعلا يخرجوها. حنا ماشي ضد خروج التعاضديه باش نكونوا فاهمين، هذا قرار على مستوى عالي ديال الدوله، ولكن تنقولوا ماشي الخروج على حساب المتضررين والمتقاعدين والعمال والارامل، خاص الشركه تتحمل مسؤوليتها اول حاجه، خاصها تسدد العزم، عبر التاريخ عندنا وثائق تشهد على ذلك بان دائما العز تتخلص الشركه كل سنه. كذلك احنا ماشي ضد لاكيس كومبلومونتير، احنا مع لاكيس كومبلومونتير، ولكن ماشي على حساب الضعفاء والعمال والمتقاعدين والارامل. تنقولوا خص الاداره يعني باش تهنى من التعاضديه خاصها تحمل مسؤوليتها، خاصها تخلص الدين الذي عليها، اننا احنا دابا الان داخل التعاضديه ما يزيد على 600 مليون تنسانوها الاداره العامه. الجميع تيعلم المداخل ديال هذه الشركه، المداخل تفوق 960 مليار في السنه، هذه غير اللي تتعطى للدوله كارباح كضريبه. ولهذا لا يحق لها الاخوان، راه الان داخل البرلمان راه تناقشت هذه المساله بانه شركه تيب تتساهم بواحد الشكل كبير في الميزانيه ديال الدوله، وكيف انه تشارك في ميزانيه كبيره داخل الدوله، وانه المتقاعدين ديالها او العمال بصفه عامه يعانون، راه ما يمكن. الان باغيين يزيدوا علينا القطاعات، تنعرفوا بانه الربح ديال المتقاعد او العامل راه على قد الحال، كيف انه اليوم يقولوا له غادي نزيدوا لك في القطاعات. والمعضله الكبرى ما كايناش في هذا الكون، ما كايناش فوق الكره الارضيه، جايبين دابا الان ما يسمى بالمجلس الاداري، جايبين ما يسمى بالتقريرين الادبي والمالي ديال 10 سنين، والان هذا المكتب اللي دابا الان تيقولوا بان عنده الشرعيه وحنا تنقولوا لا شرعيه لا، تيقولوا بانه خصو يصادق على الميزانيه ديال 10 سنين، التقرير الادبي ديال 10 سنين، التقرير المالي ديال 10 سنين. وحنا على علم وعلى بينه بانه كاين هناك اختلاسات، كاين هناك فضائح، وبل اكثر من هذا، واحد النهار شعلوا العافيه بواحد المكتب وحرقوا جميع الوثائق والمستندات. علاش؟ كاين هناك اشياء اللي خاصهم ولها يمشيوا للمحكمه وخصهم يتحاكموا. اذا اقول مره اخرى لا للعباد، لا على اننا نسامحوا في الحقوق ديالنا اللي ناضلنا عليها سنين، وحنا تناضلوا ناقبين قدماء وجدود، منهم من رحمه الله عليه ومنهم الان راه الان طريح الفراش، واننا فعلا نسمحوا في هذه التعاضديه. كذلك هذه مناسبه نبدا انني نذكرها، عندنا ملف كبير جدا مع الاداره الام ديال 24%،
ربحنا ابتدائيا واستنافيا في المحكمة الاجتماعية، ومشينا لمحكمة النقد، ومحكمة النقد قالت كلمتها وعطاتنا الحق، وكذلك مشينا إلى المحكمة الإدارية، والمحكمة الإدارية حكمت لنا ابتدائيا واستنافيا، وكذلك داروا ما يسمى بصعوبة التنفيذ، وربحنا جميع الأشياء وجميع المحطات كلها ربحناها. دابا الآن الملف في يد رئيس محكمة ديال الدار البيضاء الإدارية باش خاصو يقوم بالإجراءات ديال التنفيذ. حنا ما تنطلبوش صداقة، ما تنطلبوش شي تدخلات ولا شي مفاوضات. كنا راسلنا الجروب في الإنجليز على هذه المسألة، قال لك القضاء إلا عطاكم نعطيكم، وحنا اللهم إنا هذا منكر. القضاء دابا الآن انصفنا وعطانا، هاد الناس ينصفونا ويعطيونا. وأقولها أخيرا، لا أحدا فوق القانون، لا أحدا فوق القانون. وأتذكر المقولة المشهورة ديال صاحب الجلالة نصره الله محمد السادس، الذي قال بأن المعضلة الكبرى في هذا المغرب ليس الأحكام، هناك أحكام ولكن المعضلة الكبيرة وهو التنفيذ. الآن تلقى أحكام كاينة ولكن التنفيذ ما كاينش. إذن حنا عازمين على أننا غادي نضحي وغادي نتخاتلوا، مع العلم بأنه 50% ديال الناس اللي كانوا داروا الدعاوي النهار الأول راهم تحت التراب، وحنا دابا الآن باقي تنضلوا وراهم، ومعنا الأراميل ديالهم والأبناء ديالهم، راه ما يمكنش لينا نسكتوا على الحق ديالنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المتقاعدات والمتقاعدين والأراميل جينا باش نهضروا على واحد الحق اللي اكتسبناه من زمان، واللي حنا عمرنا ما ضمينا بلي أننا غيخدمونا فيه، اللي هو حق الصحة ديالنا، حق الصحة ديال وليداتنا، حق الصحة ديال جميع أفراد الأسرة ديال كل واحد منا. هاد الحق هذا اكتسبناه وتقاتلنا عليه وكلشي، لا موظفين ديال شركة سيب سابقا، ولا نقابة ولا جمعيات ولا أي شيء، تقاتلنا على هاد الحق اللي هو حق ديال الصحة. ما ضمينا اننا غنوصلوا لهاد الحاله اللي حنا وصلنا ليها، وانهم بغاو يسلبوا لنا هاد الحق هذا الوقت اللي حنا عطالين عليه، واللي وصلنا لواحد العمر اللي عطالين، كل واحد فينا عطال على هاد لاميتيون. اي واحد فينا اللي دابا هو اخر ما يمكن يكون عنده هو 60 عام، والخويا اللي خدامين ما نهضروش عليهم، دابا حنا كنهضروا على المتقاعدين، وبغينا هاد 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 الحق ديالنا يبقى، وجينا باش نتقاتلوا عليه، نبقى غادي نصلبوا ونتقاتلوا على الحق بلا ما يتجي. ما يمكنش ان الاداره ديال الشركه ديال التيم تاخذ لنا لا ميتيوال ديالنا، خاصها تعاون معنا، واخا حنا لا ميتيوال وصلت لواحد الحاله المزريه، لان ما كانتش مسيره من الناس اللي عندهم واحد الكفاءه اللي غادي يستثمروها ويجدوا بها القدام. هذا ما نهضروش عليه كخساره، ولكن الشركه كانت سبب، وكانت هي اللي وصلت واللي عطات الضربه القاضيه لاميتيان، ملي دارت المغادره الطوعيه. فهاد المغادره الطوعيه اللي تيقولوا ما بين جوج قوسين المغادره الطوعيه، واللي هو حاله تسريح جماعي قداس على لاميتيان، خرجوا الناس ما بقاتش هذا البيدجي ديال لاميتيان هبط، ومن تما وهي هابطه واحد دوامه ما استطعتش تخرج منها وما يمكنلاش تخرج منها، واي واحد كان فيها ما عمره ما يقدر يرجعها للمستوى اللي كانت فيه. لهذا حنا جينا هنايا باش نطالبوا باش الاداره ترجع تعطي الحقوق ديال لاميتيال، وترجع الحقوق للناس اللي دابا وصلوا لواحد المتقاعدين، وترجع المستوى ديال وتنطالبوا باش ما يزيدوش في المساهمات كيف هما تيقولوا دابا، وما يزيدوش ويديروا لنا واحد لاميتيال تكميليه الى خرجوها، لان دابا على الصعيد الوطني وهذه سياسه انه الميتيوال غادي يخرجوها، ماشي مشكل، حنا ما عندناش اعتراض على سياسه الدوله باش تخرج لاميتيوال، هذا شيء غادي يشقى علينا وعلى الجميع، ولكن حنا بغينا واحد لاميتيوال تكميليه اللي غادي يمكن لها تساعدنا وترجع لنا
الحقوق وترجع لنا المستوى اللي كنا فيه. هذا هو المطالب ديالي وشكرا. هاد الناس هادو راه حنايا راه كاين ناس اللي ضاربين 30 عام 35 وناس مضيعين وخمس حقوق. دابا لا ميتيال ديالنا حنا لا ميتيال كنساهموا فيها 30 عام هادي 30 عام كنساهموا فيها وحيدونا منها بغي يخرجوها لينا ونعاودوا نحلوا حنا من عندنا راه لا يمكن ثانيا 24% اللي حنا قضائيا حنا ابتدائيا واستحنافيا وما بغاش الا بقينا في النفيل وما بغاش ينفذوا عطيونا صحنا وهادشي راه شي حرام وصل 17 عام دابا وحنا معاهم في هذه المشكله ديال 24% وهاد الناس ما عرفناش شكون صنع الخطوطه وتعطيوها للناس. الناس كاين فيهم الناس اللي ماتوا وخلاو الارامل وخلاو ولادهم وراه هادشي راه حرام هادشي راه غير الجمعية المغربية للأسر الطبية. أنا جيت سعيد اليوم بهذه اللمة الأسرية لأنه تهضمات عن ديال الحقوق ديال هاد التبغيين اللي ناضبوا وكافحوا وجاهدوا ولا يعقل بأنه في تقريبا أكثر منهم وصل العقد السادس يعني 60 عام وفوق وهاد الحقوق تتهضم وخاصة المسألة الصحية اللي تهم الإنسان وتتصرف الأمراض المزمنة. هذا يعقل؟ هذا هو الجزاء اللي غادي يتكفوا به الناس. حرام حرام حرام. ولهذا حنا هذا الوقت الحمد لله اللي غتم نجاح وهاد الامبرياليين اللي صابرين الشركات الانجليزيين اللي كانوا تعهدوا في قصه التحملات منذ البدايه هما الفرنسيين الكبار باش غادي يحترموا وغادي يطوروا هاد المسائل الاجتماعيه والصحيه وحتى غادي يطوروا حتى التشغيل ديال الابناء ديال هاد الناس. ولكن هذا ما هو الا همهم هو الربح وسفك الدماء ديال الناس. حرام حرام وتحيه هاد الوحده. وهذا اليوم هو يوم تاريخي لانه يوم تراحمي يوم تواصلي واي يوم للدفاع عن كل المصالح اللي بخطر ان شاء الله.